مصطلح الأزمات ما عاد هو مقتصر على الأخبار والظواهر العالمية، في هناك أزمة مرحلية تظهر لدى البعض وتسمى بأزمة منتصف العمر، يمكن أغلبنا تساءل عن المقصود فيها ومتى تظهر، والأهم كيف يمكن للشخص أنه يتجاوزها. نتعرف ونتكلم عن التفاصيل أكثر مع ضيفنا في الاستوديو أستاذ فهد بن مسلم، مستشاري أسري وباحث بعلم النفس. أهلا وسهلا فيك أستاذ فهد. حياكم الله. أول شيء شكرا على الاستضافة الجميلة في هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا في هذه الجمعة المباركة. أستاذ فهد، في البداية لما إحنا نقول أزمة منتصف العمر، أنا لما أسمع هذه الكلمة تجيني فكرة الرجل أو المرأة في نص العمر يبدأون يراهقون، هل هذه الفكرة الصدق ولا هذه غلط؟ طبعا هي غلط. هي بالعكس، لما يجيك أزمة منتصف العمر حتتألمين أنت بالذات، أنت والمذيعة الثانية حتتألمون لما يجيكم أزمة منتصف العمر. تدرون ليش؟ شو معنى؟ لأنك حتفقدين كثير من جمالك أنت وياها، ومش حتقعدون في المكان هذا، حتقعدون برا لعبة الحياة. لا، روتانا موقعين معانا 20 سنة ولو موقعين معكم 30 سنة 30 سنة موقعين. هي حقيقة، لو كانت مؤلمة عليك أنك تتقبلينا. إيش طيب انت ليش شخصنت الحين معانا احنا البنات؟ أنا طيب والرجل؟ حتى الرجل لما يجي ازمه منتصف العمر في الغالب انه يكون انه ما حقق شيء في حياته، يصل 40 و45 سنه يكون فقد انه ما حقق البيت ولا حقق المال ولا الاسره، وكان كل مكتسباته هباء منثورة، فيشعر انه عمره راح، يعني الان في تسابق مع الزمن، هل يستطيع انه يحقق اشياء او يبقى في الالم يتالم في ازمه منتصف العمر؟ يعني معناته انه راح يكون شخص غير مرغوب فيه، عكس المراه بتكون شخص لانها هي تبني مجتمع. انا والله ودي تربي اطفال، انا ودي اقول انك تبني مجتمع، أنا ودي أجاملك لكن أنا ما أقدر. ليش؟ لأنه أنت الآن في الاستديو الآن على سبيل المثال أنت تمتعين في صحة وجمال ورشاقة ولك قبول الآن، لكن طيب. لما تجي في 55 سنة أنا ما أعتقد كل هذا القبول حيكون. لا بالعكس، في ناس كثير كل عمر جماله. بالضبط، الجمال الداخلي أهم. والله دائما حنا دائما نقول إن كل عمر جمال في أزمة منتصف العمر، ولكن في النهاية الحقيقة المؤلمة إنه مش لكل عمر جمال. أنا بكون في عمري مناسبة للأشخاص اللي في عمري، راح تكون بيئتي مناسبة للأشخاص اللي في عمري، ما راح أقعد أناظر أطفال صغار وأقعد جميل معهم. جميل جدا كلامك أنت، جميل، لكن لما يجي عمرك 55 سنة على سبيل المثال، الله يحيينا، هل تتوقعين طيبة. هل تتوقعين أنك بتبقين بهذا الشكل وبهذا المنظر وبهذا الأداء وبهذه الرشاقة وبهذا الجمال؟ أعتقد أنه ضرب من الجنون. هذه نقطة مهمة. طب يمكن العلم يعطيك إبر جينات وأشياء تخليك في نفس العمر في مكان طبعا أكثر. تلك أمانيهم، هي تلك أمانيهم، لكن في الحقيقة لن يحصل هذا الشيء، يعني تتمنين ولكن ما حصل لك. طيب وأنتم كرجال إيش ممكن يكون أزمة منتصف العمر؟ خلينا نتكلم كل صراحة، يعني تجرد من العاطفة ونكون أكثر واقعية في الطرح. يعني أنت الآن لما أنا أقول لك ترى في أزمة منتصف العمر جايتك يعني بالمستقبل، عليك أنك تدركين الآن أنك تعيشين حياتك وتستمتعين بكل لحظة عندك في حياتك وتكونين ذاتك، لما يجيك بعد عمر طويل مشيئة لأزمة منتصف العمر تكوني مستعدة تتقبلين أمر، بل تتعايشين، بل تستمتعين في الحياة. ترى هذه الحقيقة، ما نقول الله إذا جت حنا لا إن شاء الله بنكون جميلين. طيب هو هذا صح، ليه أنت ماخذ الجانب المظلم من أزمة منتصف العمر هذا وأنت مستشار أسري وباحث بعلم النفس؟ مفروض تهدي على الناس، معليش هذه فترة، كل واحد يعيش فترتك، كل واحد يعيش مو بتقعد تقولي بتصيرين عجوز وتصيرين شينة. جميل جدا. أزمة منتصف العمر لها خطين، في ناس تشعر في أزمة منتصف العمر وتتألم وتسقط. ليش؟ لأنها ما حققت لا طموح ولا آمال ولا بنت ولا أنتجت ولا كونت شيء في حياتها فتتألم، لأنه يكون عنده تسارع من الزمن. تخيلي إنسان عمره 55 سنة ولما يكون ما حقق شيء بحياته، كم باقي له من العمر بعد مشيئة الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 بس 70 وقليل من يتجاوز ذلك، ممكن يعني يروح 80 85، بالنهاية هو حيغادر. لكن تخيل الإنسان وصل 55 سنة وحقق كل شيء جميل في حياته، تتوقعين حيستمتع ولا ما يستمتع؟ طبعا يستمتع. جميل جدا. لكن لما يصل 55 سنة في أزمة منتصف العمر ولا 45 سنة ولا 50 سنة ما حقق أشياء في حياته، تتوقعين حيستمتع؟ يعني هنا في سوء في التخطيط، يعني إذا أنا ما كنت مسوية بلان لحياتي، وين أشوف نفسي بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات؟ صح. يعني هذا يعني يتحمل. يا سلام عليك. هذا جميل. إحنا ليش جينا بأزمة منتصف العمر في البرنامج؟ عشان نعطي الناس إشارات ودلالات إنه أنت الآن هيئ نفسك لأزمة منتصف العمر، حتى لما تيجي بعد 55 سنة ولا 50 سنة تكون مرتاح نفسيا، ويعني وكونت نفسك على المستوى الأسرة والاقتصاد والمنزل والوظيفة
وكذلك حياتك مستمتع في حياتك، لأنه أحيانا يصل فيك العمر 55 سنة وتندمين على أشياء ما عملتيها لما كنت في 20 و25 راحت عليك. لما كانت الممرضة الأسترالية قالت 5 أشياء يندم عليها الإنسان قبل وفاته، وذكر من هذه الأشياء أنه قالوا نريد أن نستمتع في أشياء كنا نتمنى، يعني العيب الاجتماعي أو منعنا من أن نستمتع فيها، يعني المجتمع، العيب الاجتماعي أو العرف الاجتماعي، فسقطنا في فخ الألم. أنا ما وديكم تسقطوا في فخ الألم. طيب حلو، شوف أنا أتفق معك وكلامك يعني حلو. أنا بحكم أني يعني عشت برا السعودية فترة من الزمان، كنت أشوف الكبار في السن يعيشوا حياة أحلى من الحياة اللي إحنا بنعيشها في عمرنا هذا هنا. على قولك العيب الاجتماعي هذا قديش يأثر، ليش ما نقدر نستمتع بحياتنا؟ يعني كنت أشوف مثلا سيدات فاضلات كبار في السن 50 و60 تعرف تضحك، بتعرف تعيش حياتها، بس ما تقدر تركض، ما تقدر تركض أقلها بتقعد على البحر وتشوف، هي مقدرة، هي ما تقدر تجري مثلك، ما تقدر تتمتع في الجمال مثلك، ما أجري، ما تقدر تأكل مثلك، ما تقدر تسهر مثلك، ما تستمتع في الحياة مثلك. يعني عملية اللي نضحك على بعضنا ما نقدر. طيب الطفل اللي هو طفل اللي هو ما وصل لأزمة المنتصف العمر ما يقدر يجري زي ما أنا أجري، ولا يقدر يأكل أكلي، فهي لكل مرحلة لها متطلباتها، لها طريقتها. السؤال اللي أنا ودي أطرحه، ليش في بعض يعني أوكي عندنا هنا مجتمعنا نعيش الأزمة فعلا، ليه ما نتعايش مع الأزمة؟ أنت الآن تقولين عيشوا الأزمة، ليش ما نتعايش؟ أي أنت تقول ليش ما نتعايش مع الأزمة؟ أي. يتعايش مع الأزمة إنسان حقق ذاته، تحقيق الذات، يعني كون أسرة، كون بيت، حقق مال، بنى منزل، استمتع في الرحلة. هذا نقول، كتب لي إني هذا نقول جميل استمتع. لكن تخيلي إنسان جاء مرهق، ما عنده بيت، ما كون أسرة، ما عنده مال، ما حقق ذاته، كيف تقول استمتع أنت؟ شوف أنا بالنسبة لي المال مفتاح كل شيء، الأسرة هذا شيء بيد الله، سواء تزوج أو ما تزوج. جميل المال. طيب هو ما حقق مال، كيف حتى يستمتع؟ قولي لي، وعمره 55 سنة، هيستمتع في الخيال؟ هيستمتع في النوم؟ خلينا نتكلم منطقيين، المنطق ترى كويس. يعني احنا ليش نقول الان ازمه منتصف العمر؟ ليش نقول الناس ترى في ازمه منتصف العمر كما قال العالم جاكوز عالم النفس؟ ليش نقول؟ نقول عشان تكون نفسك لما يجي عمرك 55 سنه او 50 سنه او 45 سنه على الاقل تكون انسان مرتاح، تعدي الأزمة وأنت مبسوط، تتعايش مثل ما قلت لما شفت لي في أوروبا يمارسون الرياضة مستمتعين، مخذين راحتهم، عايشين بسعادة، إيه ممتاز لأنهم عدوا الأزمة. لكن تقولي الواحد بائس متحطم ينو يتألم، نقوله استمتع وما يملك الأشياء، لا هذا ضرب من الجنون، صح ولا لا؟ صح، منطق. طب لما نقول أعراض أزمة منتصف العمر وش تكون؟ طبعا أعراض منتصف العمر أول شيء يميل الإنسان إلى العزلة، لأنه خلاص يشعر في الإحباط وأنه ما حقق شيء فيميل عزلة، يشعر أنه في تسارع مع الزمن، الآن يحاول أنه يسبق الوقت في تحقيق أشياء المفروض أنه حققها لما كان في 25 و30 و35، فيكون في تسارع مع الزمن، يحقق أو ما يحقق. دائما لا ينظر للماضي، الماضي لا ينظر له، يعني طفولته ومرحلته وشبابه، هو لا ينظر للأشياء، ينظر لما تبقى من العمر هل ينجز أو ما ينجز، لأنه هو في تسارع مع الزمن. يبحث عن مصدر سريع لحلول مشاكله، لأنه جالس يتألم، فالإنسان يبحث عن الخلاص من الألم، فيبحث عن حلول سريعة حتى يتخلص من أزمة منتصف العمر. يشعر في إحباط دائم، ليش؟ لأنه دائما قلق من المستقبل، يعني الآن العمر يعني بقي قليل، فهو قلق جدا من تسارع الزمن، فيحاول أنه يقطع هذه المسافة ويحقق أشياء كثيرة. والله استاذ فهد انا يعني اسمح لي وشيء احييك، عرفت كيف تستفزنا من بدايه الفقر، اسم الله عليك، يعني ولعت الفتيل كذا، اشعلت الفتيل وخليت يعني اثرت يجي على الوتر الحساس، يعني الا السيدات ما تحكي عن عمرهم ولا عن هذه الازمه. انا دائما اقول لو تسال السيده عن اي سيده في العالم، اي سيده في العالم تسال عن عمرها لابد تنقص 5 سنوات ولا بعد 6 شوي، لا يمكن تعطيك الرقم الحقيقي. معك ترى مو بس السيدات، والله العظيم الحين الرجال صاروا ينافسون السيدات في كل شيء، فحرام قاعد نحط حنا السيدة كل شيء حنا استحالة أبدا، استحالة السيدات. شوف أكيد أنت بتدافع عن الرجل، عندهم فوبيا العمر السيدة. لا ما عندي فوبيا العمر. السيدة عموما ما عندها فوبيا، كانوا عندهم فوبيا العمر، بس حتى الرجل الآن عنده فوبيا للعمر كثير، إحنا نشوفهم في الأسواق شقر دادي
عندهم فوبيا العمر والله ولا كم ما يقعد لك ما شاء الله بالغترة مترزز لك إلا عنده فوبيا العمر. هي لا تعمم يعني أشياء بسيطة جدا. ها الحين أنت لما جاء على الرجل قلت لا تعمم في الغالب وعلى السيدات تعمم. لا 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 في الغالب إنه النساء يكرهن يعني تحدث عن العمر يعني مرهق لهن شوي. مثل يوم إنك يعني قلت لك إنك لما تجين في الخمسين هتتغير ملامحك جمالك حينتهي رشاقتك حتنتهي تدريجيا تضايقتي ليش وأنت ما جاء أصلا يمكن باقي لك 20 سنة هذه أعمار غيب لكن تضايقتي ليش؟ لأنك في الصورة الذهنية في عقلك تصورتي شكلك قدامك فما حبيتي رجعتي الواقع قلت لا بعيش الواقع بستمتع في اللحظة. طيب يعني مع اختلاف الاهتمامات اللي قد تدخل الرجل أو الامرأة في هذه الأزمة أزمة منتصف العمر هل هي بالتساوي يعني هل الرجل يدخلها قبل المرأة أو لا؟ أنا ما أتكلم أز رقم عمر 40 أو 50 سنة لأنه زي ما ذكرت الواحد يقعد يفكر أنا إيش سويت؟ حققت الاستقرار، سويت أسرة، اشتريت بيت، كذا كذا. بالعادة الزوجة تكون هي من ضمن يعني تحت مظلة الرجل، فهل هي بالتساوي بيناتهم أو أن الرجل يدخلها أسرع من المرأة؟ طبعا أزمة منتصف العمر غالبا أنه يتأثر فيها الرجال أكثر من النساء. غالبا الرجال أكثر من النساء. ليش؟ لأن الرجل هو المسؤول عن تكوين أسرة كاملة. صحيح. المرأة أحيانا تكون مسؤولة عن ذاتها عن نفسها. الرجل يعني همومه أكثر ويسأل عن مثلا عن أسرة وعن بيت وعن زوجة وعن أبناء وعن ويتحمل لأنه لهم القوامة يعني الرجل القوامة على النساء وهو الراعي المسؤول عن بيته. لكن النساء في الغالب أنه تدخل المرحلة هذه في أمري. الأمر الأول أنا ما أحب أتكلم فيه المرأة تكره العمر بالذات تقدم العمر تكره المرأة وخاصة إذا كانت ما عليش ولو أنها صدمة نفسية لكم لكن تحملون شوي خاصة إذا كانت يعني طالع على قنوات مذيعة أو مشهورة وكذا وجالسة تعطي وتشعر في الانتشاء وتشعر في الراحة النفسية وتشعر في الوجود وتشعر في إطرات الآخرين وفجأة تسحب منها كل هذه المقومات وش تتوقعين إيش حتكون صدمة لها ولا ما هي صدمة؟ ممكن أكيد أرد على هذا صح؟ الجزء أستاذ فهد يعني أنا ماني ضد كلامك صحيح وظيفتنا لها امتيازات نتكلم بما أنك يعني حطتنا كمثال وظيفتنا لها امتيازات كثير زي ما ذكرت أضواء شهرة تعامل نسافر وناس تستقبلنا والخدمات ولكن الرجل بالمقابل إذا كان في منصب معين يمتلك نفس الامتيازات نفس الاهتمام وينصر هو يتقاعد الرجل غير فهو يشعر بالاكتئاب التقاعد لا شتان ما بينهم شتان اذا الرجل وصل ازمه منتصف العمر ومحقق ذاته يعني حقق ذاته يعني بنى بيت وكون اسره وكون مال هو حيستمتع في الرحله لكن تخيلي انسانه تعودت على الاطراءات والاضواء ممتاز والتقديم وانه كل شيء هي بالمقدمه وفجاه تجي انسانه جميله ذات كعب جميل بعمر جديد تاخذ مكان ايش يكون شعورها هذا السؤال مطروح هذا السؤال مؤلم ادري انك ما تقبل السؤال هذا ادري ليش لانه يعلمك ما تقبلي يعلمك ما تقبلي ليه لانه ليه؟ في يوم من الايام حتيجي واحده مثلك في عمرك او اصغر منك في يوم من الايام تحمل نفس الصفات نفس الجمال وتاخذ مكانتك يمكن بنتي اللي تاخذ مكاني انت ما تقبلي يمكن بنتي تاخذ بالعكس هذا انا اشوف انه احنا كحري شوفي طبيعه البشريه ما تقبل استاذ اسمعني انت ماخذين فكره غلط عن المراه انها تغار من اي احد يسحب الابساط منها لا سنه الحياه انا اليوم اخذت مكان وحده وحده بكره حتجي تاخذ مكاني هذه سنه الحياه جميل كلام بس انتم الرجال نفس الشيء انت جميل. تخيل رجل في مستوى معين ما راح اقول اسماء ولا راح اقول بوزيشن معروف وينسحب منه عشان واحد جاء اقوى منه ايش حتكون حالته النفسيه حيكون ينصدم شيء طبيعي يعني فهذا الشيء مو بس عند النساء لما انت تقول النساء عند المراه وعند الرجل ليش احنا نقول النساء المفروض تسال ليش انت تقول النساء مثلا تقول اكثر من الرجال هذا السؤال المفروض تطرحين علي انا اقول لك ان المراه في طبيعتها حساسه عاطفيه الرجل الان صار حساس عاطفي ما اعتقد انه يمكن انت بيئتك ما تشوفهم احنا كسوشيال ميديا 3% انت قلت قبل شوي سوشيال ميديا الرجال هم قياديين اقوياء في الغالب ان الرجل والمراه الان قياديه قويه بس انه لازلت مراه لازلت لديك العاطفه والمشاعر طبعا لازم تكون عندي عاطفه والرجل الغالب. عنده عاطفه ومشاعر ورياشه النساء اكثر من الرجال لا كلنا زي بعض هذه طبيعتك هذا كان قبل ما نقدر نغير خلقه الله هذه خلقه الله خلقك كان من ضلع الله خلقك كان من ضلع بجهه اليسار خلقني قريب من القلب اسمع يا سلام عليك اذا رقيقه صح اي رقيقه يعني حساسه بس صح بس اني مو معناته يعني اني اكون قياديه يعني عاطفيه صح مو معناته اني اكون قياديه بتهربين من واقعك ليش ليه هذا
ما اهرب منه، قاعد اتكلم انا على راسي بالموقف هذا. ليه؟ لانك تهربين من واقع. لا ما اهرب منه. انت قاعد تقول المراه الرجل قيادي. انت حساسه ولا انت حساسه؟ الا حساسه يمكن لو تشد علي بعد شوي تصيح. واضح انه شكلها الديزاين حقها واضح الشكل حساس وانا عاطفيه. انا اعرف يعني اعرف الشخصيات من الاشكال، هي عاطفيه وحساسه ودمعتها قريبه وما تقبل اشياء حتى يعني لو تجرح هذه ممكن خلاص خلاص كتاب مفتوح. هي كتاب مفتوح. هي هي واضحه وتكابر تقول لا قياديه قويه. لا قويه لا انت غير ديزاينك، خلينا تكون منطقيه. لا طب ما يزعل. طب انت ليش زعلت لما قلنا ان المراه قياديه؟ انا ما اقول شيء. او في المراه قياديه وتستحق انها تكون قياديه وتقدم قياديه ولها مناصب قياديه، انا ما قلت شيء. لكن اقول اغلب النساء عاطفيات حساسه مهما كان فيها الامومه وفيها الانوثه، ما نقدر نخفيها. نضحك على انفسنا، هذه خلقه الله. انا ما اقدر اعطيك هذا اللي بعطيك الله، مو انا، ما لي علاقه. استاذ فهد، انا اذكر على لما ضربت لك المثال تبع التقاعد ولما تنسحب الامتيازات من الرجل لما يكون يعني صاحب منصب وغيرها، هذه قصه حقيقيه يعني صارت معايا. كنت جالسه مع رجل بالتقاعد كان صاحب منصب فعلا كبير، قال لي حتى المسمى وحش. قلت له، قال لي مت قاعد. قلت له يعني لهالدرجة قاعد تفصل الكلمة؟ يعني هو يعني شعر انه خلاص انتهى دوره في الحياة. هو كان يقول انا مت قاعدا. يس يعني كان فقدت الحياة. فهو فعليا يعني تدرين ليش؟ تكلمني عن النفس. تدرين ليش؟ هو هذه مشكلة اكثر القياديين. أيه؟ هذه مشكلة عند القياديين الرجال، ولا بد يحلون هذه الأزمة الموجودة عندهم. لأنهم دائما يشعرون أن قيمتهم في الكرسي وليست قيمتهم في ذواتهم. فلما تسحب منه الكرسي تضيع القيمة، لأن كل قيمته حطها في الكرسي. صحيح. تسحب ويتألم. لما تكون قيمتك في ذاتك ترى ما همني في الكرسي اللي أجلس عليه. فهد وما أنا هنا عندكم. صحيح. عندي قيمتي، إنسان بسيط في الشارع عندي قيمتي، مع أبنائي عندي قيمتي، قيمتي في ذاتي. قيمتي في ذاتي. لا تجعل. صح. قيمتك في الأشياء في المكان. ولا في الآخرين ولا في المكان، حتى ما تسقط وتتألم، حيسقطونك. صحيح. حتدفع الثمن، وهذا اللي خلاه مت قاعد، فعلا هو مات قاعد. أيه. لأنه حط قيمته في الكرسي. صحيح. صحيح. طيب أستاذ فهد، نصيحة تقدمها للمشاهدين عشان ما يوقعون بأزمة منتصف العمر. أنا دائما أقول للناس ما دام أنك عرفت أنه في أزمة منتصف العمر يقع فيها الإنسان بعمر 40 أو 45 إلى 55 سنة وحتتألم وحتسقط وحتن. أيه. لابد أنك ترتب أشياء مهمة في حياتك. صحيح. يعني أول نصيحة بقدمها لكم أنتم كمذيعات، لابد أنكم تفهمون أنه في يوم من الأيام حتغادرون هذا المكان لما تكبرون في العمر، وحتكون عندكم يعني مكان آخر تنتقلون له. يعني تخططون أنه بعد أزمة المتصاعر وكيف حتعيشون حياتكم، كيف حتدخلون برنامج آخر يوافق المرحلة العمرية كذا أنتم تجاوزتم أزمة منتصف العمر في سلام. أقول للناس كون نفسك من الآن، لابد أنك تكون نفسك من الآن. ليش تكون نفسك من الآن؟ حتى لما يجي عمرك 55 سنة ما تشعر أنك محبط، ما تشعر أنك ما حققت البيت، ما حققت المال، ما كونت أسرة، ما حققت حياة سعيدة لك ولأبنائك. عشان تستمتع بما تبقى لك بالعمر ليس تشقى. تذهب في أعتقد أنه بعد 55 سنة شقاء، إذا كنت بتكدح في الحياة هذه مرحلة شقاء حتكون مؤلمة بالنسبة لنا كبشر. صح. فمن الأفضل أن نرتاح عشان ما نبقى نسقط في فخ الشقاء ونتألم في حياة حنا اخترناها وليس فرضت علينا. ترى هذا من المؤلم أنك تختار حياة ليست باختيارك. أستاذ عليك أستاذ فهد، يعني اسم الله بديتها باستفزاز وختمتها باستفزاز، لكن كلامك صحيح وواقعي فعليا. عموما أنا أشكر مداخلتك ووجودك اليوم معنا فهد من مسلم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا للاستضافة. شكرا لكم مشاهدينا. خلينا نطلع فاصل قصير من بعد يمكن نتلاقى في القناة.